انا والله ما نكذب عليك، انا بحالي بحالك انا كنسمع هذا الشيء من خلال المواقع. دنيا اخلاق ديالها ساميه، اخلاقيه راه بحال بنتي، لان راه علينا انا تقريبا تبنيتها وهي باقا صغيره، فاخلاقها اعتقد ما غاديش تسمح لها باش مجرد اشاعات. اشاعه هي تتبع اي واحد كيكون رجل ديال العموم، اما فنان او رياضي او اسم معروف، لا بد شويه ديال الاشاعات وشيء. ولهذا انا في اعتقادي ان كلها اشياء يعني اشاعات، ولا اعتقد ان، لان الفنان عنده جمهوره وعنده حضور وعنده والضريبه، لا بد الضريبه. كاين ان شاء الله البوم الان مع وزاره الثقافه في 4 ديال الاغاني، هو قريب ان شاء الله غادي يخرج للسوق ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.